السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بجميع الحضور في رابع لقاءاتنا العلمية لفريق جذور للتعليم المعماري، ولقائنا اليوم من سلسلة Architecture Practice Series في محاضرة بعنوان تجارب في إعادة الإعمار. ونرحب بضيفنا لليوم مهندس عمر سليم، مؤسس بيم أريبيا ومساعد باحث سابقا بجامعة قطر، تمركز العرض حول إعادة الإعمار وتحدياته وأهميته والدور الذي يجب علينا القيام به وتعزيز المشاركة به من جميع الأطراف. شرفنا أيضا أن نقدم لكم شهادات بحضور اللقاءات العلمية بعنوان Architecture Practice Series في الفترة من 12/7 حتى 20/9/2024، مقدمة من الكيانات والفرق العلمية المنظمة للحدث عند الحضور لأكثر من 70% أو بحد أدنى 8 لقاءات. تسجيل الأسماء عن طريق الشات في منصة زوم في جوجل فورم بإذن الله بعد نهاية كل لقاء، تأكيد الحضور. تفضل المهندس عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضرتك مهندس أروى، وشكرا للدكتور مختار. ويعني إن شاء الله النهاردة هنتكلم على إعادة الإعمار. قبل ما أبدأ حابب أعرف بنفسي، يعني اعتبروني ذبابة خيل. ذبابة خيل، أنتوا عارفين الخيل حاجة عظيمة وحاجة قوية جدا، لكن ممكن ذبابة صغيرة تخليه يتحرك، هي اللي مثلا إيه تبدأ إنها تقرب منه فيبدأ إن هو يتحرك نحو هدف ويعمل انجازات حلوه. فانا حاجه بسيطه خالص، لكن ارجو من الله ان يعني يمكن نقول كلمه تكون مفيده، لان انا شايف ما شاء الله الحضور كلهم يعني اساتذتي كلهم افضل مني. فانا ان شاء الله يعني هقول بعض الحاجات اتمنى ان يعني تكون مفيده، واتمنى ان احنا نشتغل مع بعض. يعني موضوع اعاده الاعمار لازم كلنا نتعاون فيه، حاجه خطيره جدا، حاجه فيها ملايين الناس متاثرين بيها. وخلينا نبدأ إعادة الإعمار مع كلمة المهندس حسن فتحي، إن في 800 مليون نسمة من فقراء العالم الثالث محكوم عليهم بالموت المبكر بسبب مشاكل في السكن أو سوء السكن. هم دول الزباين بتوع المهندس حسن فتحي. دول ناس عايشين كل حاجة كويسة الحمد لله، لكن عندهم مشكلة في السكن. إحنا بنتكلم في ناس نازحين مهجرين من بيوتهم. في واحد مهجر 8 مرات من الشمال للجنوب من الشرق للغرب. العدد المهجرين او عدد النازحين، الاحصائيه دي قبل احداث 7 اكتوبر كان 43 مليون و3 من عشره، ده في 2009 وصل ل 89 مليون و3 من عشره، ده في 2021. فهم دول اللي احنا هنشتغل ليهم، هم دول اللي هنبدا نشوف مع بعض ازاي ان احنا نقدر نوفر لهم سكن صالح، سكن آدمي. المهندس حسن فتحي بيقول كمهندس، لو أنا عندي القدرة والوسيلة عشان أريح الناس، فربنا مش هيغفر لي إن أنا أرفع درجة الحرارة 17 درجة مئوية. إحنا بالنسبة لنا في تصاميم كتيرة جدا اتعملت كانت سيئة جدا. الناس اللي موجودين في غزة لما اتكلمنا معاهم اشتكوا. يعني مثلا موضوع الخيام، الخيام فيه 40 نوع. النوع المنتشر اللي هو بيبقى فيه على شكل هرم، فده بيموت المساحة اللي فوق. يعني بيبقى القاعدة بتاعتك 4 متر في 4 متر، لكن الجزء اللي فوق ده بتستفاد منه في مترين في مترين. في مشاكل كتيرة جدا في موضوع الصرف، في موضوع المباني، حاجات كارثية ولازم ان احنا نتكلم فيها. لما اتكلمنا عن المحاضرة في كذا حد كلمني وقال لي باللفظ كده، احنا حاسين بالقهر، حاسين بالقهر، حاسين ان احنا مقيدين، احنا عمالين نسمع اخبار سيئه ومش عارفين نعمل ايه. المهندس حسن فتحي كان في حد طلب منه ان هو يصمم له الفيلا بتاعته، فكان المهندس حسن فتحي يعني ما كانش واخد اي اجراء، كان يعني بيقول له حاضر حاضر، لحد ما جه يوم 5 يونيو 67 اللي هو العدوان. فتاني يوم على طول راح رايح للراجل دوت وقال له يلا عشان نشتغل مع بعض ونبني المبنى دوت، وفضل معاه تقريبا سنه ونص يبني معاه الفيلا ده. فهو كان مستغرب، يعني انت مره واحده بقيت متحمس للمشروع دوت رغم ان انا بقالي سنين عمال اكلمك في الموضوع وانت مش مهتم. فقال له انا كان ممكن اموت بسبب الهزيمه وبسبب الاحداث اللي موجوده، لكن انا شغلت نفسي بالحاجه اللي ممكن تفيد. فان شاء الله احنا هنشتغل في الحاجه اللي ممكن تفيد فعلا، حاجة حقيقية، إن إحنا هنساعد في التصميمات بتاعت المباني، الناس إخواننا اللي موجودين في غزة وفي غيرها من الدول العربية، نبدأ نشوف أفضل تصميمات. واحد مهندس إنشائي يبدأ يشوف أفضل حاجة، مهندس معماري، مهندس ميكانيكي، مهندس كهرباء، مهندس طرق، واحد في الإدارة، دكتور،
ده فن اسمه فن التطوع. يعني انا مثلا لو انا دكتور وعايز اتطوع، ومثلا دخلت شلت الحاجات من هنا لهنا وشلت حاجات من هنا لهنا وساعدت مثلا في نقل الحاجات، ده افضل للناس ولا الافضل ان انا اتبرع بالكشف عن المرضى والكشف عن الامراض اللي موجوده، وان انا اديهم حقن مثلا، وان انا اديهم ادويه، وان انا اتابع معاهم يبقى عندي مثلا وقت معين اعالج الغير قادرين؟ دي مسؤولية اجتماعية، ولازم تكون عندنا كالمهندسين كلهم يبقى عندهم المسؤولية ديت، ان انا عندي وقت معين مخصصه للتصميمات الناس اللي محتاجة. ممكن يكون عندك مثلا في القرية اللي انت موجود فيها، وبعد كده نقول في مباني عشوائية، ما هو الراجل مش فاهم فكرة المصمم المعماري، مش فاهم فكرة ايه ضرورة ان انا استعين بمهندس معماري في التصميم بتاعه، وما عندوش القدرة ان هو يروح. تقريبا من كل 1000 مهندس 999 بيشتغلوا في الحاجات اللي هي الغالية المكلفة، الفيلل، المباني الغالية، الحاجات دي كلها، والمباني البسيطة محدش بيهتم بيها. فدي لازم يبقى عندنا جزء كده انا هتطوع في ان انا اساعد الناس اللي حواليا، الجيران بتوعي مثلا لو هما بيصمموا حاجة ممكن اساعدهم في حاجة زي كده. احنا عندنا المشكلة دي لازم ايه نبدأ ان احنا نفكر فيها. طيب لما نيجي نبص على تقرير الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة، حاجة صعبة جدا لو كلامنا فيها مش هنقدر نوفيها حقها. الإحصائيات رهيبة جدا، أكثر من 3382 عائلة تم إبادتها بالكامل. يعني المركز الصحية فيه استهداف، يعني هي المشكلة في إيه؟ إن هم اشتروا أجهزة خاصة بالذكاء الاصطناعي في ضرب الأهداف، لكن مفتوح إن هم يعدلوا فيها. فمفروض إن دي بتبقى بتركز على الحاجات العسكريه وتسيب الحاجات المدنيه. هم غيروا في البرمجه بتاعتها بحيث انها تستهدف الاماكن المدنيه وخصوصا الجامعات. يعني المستشفيات تقريبا 90% اتدمر، الجامعات 100%، ما فيش ولا جامعه سابوها في حالها. استهداف كامل للجامعات بحيث ان ما يبقاش فيه تعليم. لذلك في مبادره دلوقتي ناس كتيره شغاله فيها، ان احنا ان شاء الله نتطوع بان احنا ندرس لاهلنا في غزه، ونقف معاهم ونبدأ ان احنا نشرح لهم المنهج، ونبدأ ان احنا نشوف افضل الكتب التعليمية ونشرحها لهم بإذن الله. وده دورنا وده اجباري علينا، يعني لازم ان احنا كلنا كل واحد بيتطوع بالحاجة اللي هو عايزها. طيب استراتيجية اعادة الاعمار، وانت بتفكر في اي فكرة لازم يكون عندك الاربع افكار دول: الوقائية، ان انت تفكر في منع الكارثة انها تحصل بعد كده، تقلل النظام، يبقى في نظام مبكر للكوارث الطبيعية. في الشمولية، ان انت تفكر في كل حاجة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية وكل حاجة. لازم يعني انت ممكن تعمل تصميم كويس من ناحية معينة، لكن هو من الناحية المالية مكلف. لما بنقعد مع الناس اللي هي مثلا الجهات الخيرية بيقول لك انت مديني حل لشخص، بينما المبلغ ده ممكن اشوف حل تاني اخدم بيه 5 اشخاص. فلازم يكون انت بتفكر من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية، نبذل جهد مش مجرد فكرة وخلاص. في التكامل مع التنمية المستدامة، مع الإجراءات، مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني. الاستدامة مهمة جدا إن احنا نفكر فيها. النظام الإنشائي مهم جدا، يعني لو احنا فكرنا مثلا في الزلزال اللي حصل في تركيا. الزلزال ده بسبب إن في مشكلة في النظام الإنشائي المتبع في تركيا اللي أغلب الناس بتبني بيه، ده أدى إن هو لما المبنى وقع الناس اللي موجوده كلها ماتت فيه. انما كان في نظام تاني وكان موجود في تركيا بس قليل الاستخدام، قدر يحافظ على نفسه، او على الاقل لو وقع ما يموتش كل الناس اللي موجوده فيه. يعني لازم طول الوقت نفكر كده جروب مع بعض في جميع التخصصات، ازاي نبدا ان احنا نعمل تصميمات تكون صالحه للسكن وترضاها ان انت تعيش فيها. فهو اهم حاجه بالنسبه لنا قبل ما نبدا ان احنا بنشوف البنيه التحتيه، طبعا في دمار تام، فلازم ان احنا نفكر في شبكات الطرق والجسور والكهرباء والمياه والصرف الصحي، بناء مساكن جديده للناس اللي فقدت الاسر. ولازم نعمل زي احصاء، فريق مكون من مهندس معماري ومهندس انشائي ومهندس ميكانيكي ومهندس كهرباء، يعدوا على بيت بيت ويبداوا يشوفوا ايه الحاجات اللي اتدمرت، هل الحاجات دي ينفع ان احنا نصلحها في مشاكل بسيطه ولا مشاكل ضخمه. ومن خلال التجارب اللي فاتت، افضل حاجه لو حاجه بسيطه ممكن نقول لصاحب المبنى صاحب البيت خد انت الفلوس وحاول تصلحها، هنديك الفلوس على 3 مرات،
اول مره تشتري مثلا الحاجات اللي انت عايزها وتبدا. لو بدات في البناء هنديك الباقي ان شاء الله، بحيث ان احنا نتاكد ان يتم اعاده بناء البيت، وما تبقاش انت يعني شاغل نفسك بان انت تجيب مهندسين ومعماريين ويبداوا يصلحوا. لا، هو صاحب البيت هو ادرى باللي يصلح ليه، ومحتاجين ان احنا نعمل تطوير الاقتصاد وتعزيز التعليم. فلذلك لازم يكون في منظومه كامله كلنا نتعاون فيها على اساس نرجع البلد احسن ما كانت. على فكره غزه الشعار بتاعها يعني الفينكس او العنقاء، الطائر اللي بيطلع من الرماد، يعني من ايام زمان، من ايام الرومان معروف ان هي كل ما تتدمر ترجع احسن ما كانت، وده الشعار الرسمي بتاع بلدية غزة. فاحنا كلامنا في الحل لازم يكون واقعي، يعني ما يبقاش حل خيالي، ما يبقاش حل بنحلم بيه. انت نفسك تعمل، انا نفسي اعمل مدينة ذكية على احسن مستوى في غزة، ده اقل حاجة ممكن نقدمها لهم، لكن هو الموضوع ممكن يكون مكلف. فلازم نختار ايه الحاجات اللي من المدينة الذكية اللي ينفع تتعمل في غزة وتكون خادمة لأهل غزة وتكون غير مكلفة، يعني ممكن يكون في حلول. المدينة الذكية دي كان يعني التخصص بتاعي في رسالة الدكتوراه اللي مكملتش، فكان في 80 عامل. احنا اهم حاجة بالنسبة لنا ان يبقى في اكتفاء من المية ومن الكهرباء، بحيث ما يبقاش فيه امكانيه ان انت تحاصرهم او تقطع عنهم المياه والكهرباء. لازم يكون الحاجات دي ذاتيه. من ناحيه الكهرباء يكون مثلا في طاقه شمسيه موجوده، ويكون كل الحاجات سواء اللي بتمد بالطاقه والمياه تكون لا مركزيه، ما يبقاش في محطه واحده لتحليه المياه، لا يكون في اكتر من مكان، يكون مثلا في 20 30 مكان يصعب ان هم يحصل لهم ضرر في وقت واحد. ان احنا نحاول ان احنا نستغل المواد الموجوده في المكان، يعني في مثلا تبدا تشوف المكان ده ايه، هل في مثلا ركام، في مثلا صخر، في خشب، ايه المكان غزه، ايه المواد المحليه اللي احنا هنبني بيها. وغير غزه اي مكان هتبدا تعمل فيه اعاده اعمار لازم تستغل المواد المحليه زي ما احنا اتعلمنا، انظر تحت قدمك وابني. ما تروحش تقول لا انا انا مثلا شايف ان خشب البامبو ده كويس، تجربه كويسه شفناها مثلا في الفلبين، فانا هروح اجيب خشب البامبو. لا، ما انت عندك هنا مش منتشر، انت عندك النخل مثلا ممكن تبني من خلاله. من ضمن الحلول برضو المواءمه، احنا نشوف ايه احتياجات المجتمع المتضرر ونبدا ان احنا نوجد حلول متناسبه مع المشاكل الموجوده. وفي الاول وفي الاخر احنا مش هنجبر اهل غزه على حاجه، انت بتديهم الحلول وهم يشوفوا ايه الانسب ليهم، لان هم ادرى باللي يصلح ليهم. احنا بس ايه بنفكر بصوت عالي وبنحاول ان احنا نوجد حلول، وان شاء الله نشارك في اعاده البناء، لان يعني غزه يعني جزء من مصر، يعني وكل الدول العربيه لازم نتعاون معاها، السودان، اليمن، كل الدول العربيه لازم يكون في تعاون بينها وبين بعض في اعاده الاعمار. ولازم يكون في حلول بسيطه، ولازم الحل يكون مبتكر وليس مبدع. ايه الفرق بين الابتكار والابداع؟ الابتكار يبقى انت بتشوف حل بتوجد موجود وبتعدل فيه شويه حاجات، انما الابداع ان انت توجد حل من الصفر ما حدش جربه قبل كده. فاحنا مش هنجرب في 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 اهلنا، يعني لازم لو انت عندك حل جربه عندك في الجامعه بتاعتك او عندك في البيت، ودي فعلا ناس كتيره شغالين معاهم بدا يعمل الموضوع دوت، يعني في الجامعه بدا ان هو الحل ده انا هجربه واقول لكم اذا كان نفع ولا ما نفعش. وجربنا حلول كتيره وحلول فيها نفعت وحلول ما نفعتش، بحيث لما نشارك معاهم المعلومه نكون واثقين، مش نقول لهم والله الحل دوت ونفاجئ ان الحل ده مش ما اشتغلش. يعني في حلول مثلا في تحليه المياه، كان في رساله دكتوراه لسه نازله فقعدنا نبص فيها وجربناها، في حاجات نفعت وحاجات ما نفعتش، فنبدا نشارك معاهم الحاجات اللي نفعت والحاجات اللي ما نفعتش نبدا ان احنا نشوفها. طيب احنا ايه المشاكل اللي موجوده في اعاده الاعمار؟ اول حاجه الايواء العاجل، ان اول لما يقف الحرب او حتى قبل ما تقف الحرب محتاجين يكون في ايواء عاجل دلوقتي. وفي حاجه تانية اللي هي الايواء الدائم، احنا عايزين مباني تفضل مثلا 20 50 سنه. وافضل حاجه طبعا لو احنا عندنا حل يتبني بسرعه وفي نفس الوقت يعيش معانا 50 سنه. تمام؟ يعني مشكله كبيره جدا، ودي حصلت في زلزال تركيا، ان هم صرفوا كل الفلوس اللي جات لهم على الايواء العاجل، وبداوا يعملوا خيام وبداوا يعملوا حلول مؤقته، فالفلوس اللي معاهم خلصت قبل ما يعملوا الايواء الدائم، فدي كانت مشكله كبيره.
فالافضل لو احنا لقينا حل زي المباني سابقة التجهيز تتبني بسرعة، خلال 3 ايام تتبني المبنى ويقدر يعيش معانا 50 سنة. في مشكلة المية، ظروف غزة انها جنب البحر، فدي فيها كذا ميزة، وعندهم مية جوفية، فنقدر ان احنا نسحبها، لكن في بعض النقاط كده ممكن نبقى نتكلم فيها، محتاجين ننزل عمق، لان في بعض المواد الضارة قريبة من البحر، قريبة من الأرض، فأنت محتاج تحفر شوية عشان تطلع مية ينفع إن تشرب. مشكلة الركام دي كارثة رهيبة جدا. أنت عندك يعني تقريبا 80% من المدينة تحولت لركام، والركام ده فيه أجساد شهداء، فمحتاجين نتعامل معاه بشكل يعني يحترم الأدمية اللي موجودة هناك. وفي نفس الوقت في مواد مضرة، فانت تخيل ان انت قلت هبني بالركام دوت وهو في مادة مضرة، فانت الناس اللي هتبقى ساكنة في المبنى دوت بدون ما تشعر هتتأثر جامد بالمواد المضرة ديت، فدي لازم يكون في أجهزة لكشف الموضوع دوت. فاحنا عندنا شوية معايير، وانت بتفكر دي بعض المعايير فكر فيها. موضوع تهوية الوحدة، لازم تكون في تهوية وإنارة طبيعية ويبقى في خصوصية. يعني دي كانت مشكلة، إن التجارب اللي بره الدول العربية ما كانش مهتمين بالنقطة دي، إنما لما جم وشافوا التجارب وبدأوا الكلام مع السكان فهموا إن إحنا مهتمين بالخصوصية، ويعني محتاجين النوع ده، محتاجين نراعي الموضوع ده بشكل أكتر. أهمية اختيار الموقع وإنشاء البنية التحتية واستخدام مواد صديقة للبيئة. يعني لو قدرت تستخدم الخشب خير وبركة، قدرت تستخدم الطين خير وبركة، حاول تستخدم مواد صديقة للبيئة. طبعا الحلول هتبقى موجودة كلها، وأهلنا في غزة هنساعدهم إن شاء الله في إن احنا نبني بأفضل طريقة ممكنة. المعايير المعمارية، إن الفراغات الداخلية ممكن في الأول أنت محتاج تعمل وحدتين صغيرين، لكن بعد كده أنت محتاج تفتحهم على بعض، أو تحول غرفة النوم لغرفة تستقبل فيها الناس، فيبقى فيه مرونة في الفراغات الداخلية. التأمين ضد الحريق، من فترة حصل حريق في أحد المخيمات، فلازم يكون في وسيلة للتعامل معاها. ممكن تكون في مادة عازلة فوق المبنى مثلا، مادة خفيفة خالص تبقى عازلة، بحيث الموضوع ده نتجنبه. المعايير الإنشائية، لازم نختار حاجة تكون مناسبة وما تكونش لو حصل فيها ضرر تتسبب في كارثة. يعني انت الحوائط اللي بتتبني كلها مرة واحدة تمام، ممكن تبقى فيها مشكلة لو وقعت كلها، انما لو هي مبنية على اجزاء دي ممكن تكون فيها خطر اقل. طبعا محتاجين المتخصصين يقولوا لنا افضل حاجة. المعايير التقنية، ممكن يكون في إمكانية للفك وإعادة التركيب، خلاص المكان ده اتبنى ومش محتاجين للوحدات المؤقتة، ممكن نفكه وننقله لمكان تاني. المعايير الاقتصادية، إن هو يكون التكلفة تكون أقل. إحنا الحمد لله شغالين في تصميمات مدن، فأول تصميم كان مكلف، اللي بعد كده قدرنا نلاقي نظام يعني نفس الفوائد لكن بخامات أقل، وبعد كده استخدمنا مواد أقل ونفس الجودة ونفس كل حاجة، لكن لما لقينا نظام أفضل قدرنا نستخدم فيه. العمر الافتراضي للوحدات، لو في عندي حل هيقعد 50 سنة ده أحسن من لما يكون حل هيقعد 5 سنين، لكن ممكن أحتاج في الأول نتيجة لظروف حل ممكن يقعد 6 شهور زي ما نشوف مع بعض. فعدد الأدوار المطلوبة، المشكلة إن قطاع غزة المكان فيه ضيق جدا، فمش هينفع تبني دور أو دورين، يعني الطبيعي إن أنت تبني 5 أدوار. قابلية الوحدة للتكرار، دي هتكون أفضل، فعشان كده لما بنعمل قرية أو مدينة نموذجية بنحاول إن احنا يبقى فيه إمكانية للتكرار لكل المباني ما عدا المسجد، ما عدا الوحدة الصحية وهكذا. المادة المستخدمة، من حيث توفرها، ممكن مثلا تكون تصمم أنت مبنى حديد وتفاجأ إن هو الحديد غير مسموح بدخوله، فلذلك لازم تفكر لو سمح بدخول الحديد او لم يسمح بيه فايه ده هيكون ايه تاثيره، ده ايه تاثيره. طبعا لو مسموح بدخول الحديد ده يكون اسهل بكتير ونقدر ان احنا نعمل اكتر من دور. طب لو مش مسموح نبدا ان احنا نشوف الحلول، ان يبقى في عزل صوتي وحراري اللي مناسب لظروف البيئه والمناخ بالموقع، واحنا نصنف المخاطر اللي تعرض لها الوحده. طيب في من ضمن الحاجات القويه جدا نتيجه تجربه اكتر من تجارب إعادة إعمار، قعدت أشوف تجارب إعمار من دول كتيرة جدا، وخصوصا في الحرب العالمية التانية وفي أمريكا والبحر البارد في لبنان وفي سوريا وفي العراق وحتى في مصر ساعة
السويس، العدوان الثلاثي، شفنا إعادة الإعمار اتعمل إزاي. فلان افضل طريقه اعاده الاعمار الذاتي، ان المجتمع نفسه هو اللي يعيد بناء البيوت بتاعته، لان هو ادرى بشكل المباني بتاعته، وهم يقدروا ان هم يساعدوا. وممكن احنا نحاسب الناس اللي هتبني ديت، بحيث ان هو يبقى انت اوجدت له فرص عمل لحد ما يقدر ان هو يشتغل تاني. ممكن يكون هو مثلا بيشتغل على كمبيوترات واجهزه ومش متوفره، فهو انت وفرت له فرص عمل، فما اديتوش معونه، ما اديتوش حاجه تبقى وحشة، لا ده مقابل العمل بتاعه. وهم يبدأوا ان هم يتعاملوا مع بعض، 10 اشخاص يقدروا يبنوا 10 بيوت، لكن الواحد لوحده ما يقدرش يبني بيت، فلما بتعاونوا ده بيكون افضل. حتى كنت حضرت مؤتمر هنا في قطر، فكان مهندس معماري بيقول زمان كان الراجل مثلا لما بيجوا يبنوا، الراجل يجي بعد الصلاة كده، يا اخوانا انا هبني البيت، تعالوا ابنوا معايا، فييجوا يبنوا، ومقابل كده مثلا بيعمل لهم اكلة حلوة وهكذا. فكانوا بيتعاونوا مع بعض في البناء، وخصوصا ان هم كانوا بيتنقلوا في الصيف وفي الشتاء. فمهندس حسن فتحي كان بيقول المهندس المعماري لازم يكون المرشد، وهو فاهم المشروع، وان المشروع يكون معتمد على التعاون الذاتي، ما جيبش ناس من بره يجوا هم اللي يبنوا. طيب اللواء العاجل، يعني اكتر حاجة مشهورة هو موضوع الخيام، وده حل مؤقت، ما ينفعش يكون حل دائم، ده حل مؤقت، تكون مثلا لحد ما تتبني البيوت، فلازم يعني ما نطولش فيه، ما يبقاش. يعني انا حطيت معيار وفي كل حاجه انا بحطها، يعني انا كان في طبعا اللجنه حاطه معايير كتيره جدا، لكن المعيار اللي انا ضفته، هل انا احب اعيش حياتي كلها في البيت ده ولا لا؟ تمام. فطبعا الخيام بتبقى صعبة شوية. فاللواء العاجل ده ضروري لسلامة الأشخاص المتضررين من الصراع، إن هم يلاقوا مكان يقعدوا فيه، الأهل يتجمعوا معاه لحد ما يتوفر الإيواء الدائم. فإحنا عندنا طبعا المباني البسيطة اللي هو الشلتر، هنشوف بعض الأمثلة للمباني ديت. في مباني جاهزة مسبقة الصنع، يعني بتيجي تسكن فيها على طول. فالميزه، ميزه في الاعمار الذاتي ان انت معتمد على نفسك، السرعه، التكلفه. طبعا السرعه، هم مش عمال، فهم محتاجين يسكنوا فيها ويجتمعوا مع اهلهم ويجتمعوا مع اولادهم، فهم هيكون احرص الناس ان هم يبنوا في اقرب وقت. لكن التحدي ان انت هتحتاج ان انت تدرب الناس، وان شاء الله الحلول هتكون سهله ويقدروا ان هم يتعلموها بسهوله. دي أمثلة لبعض الحاجات اللي موجودة، ودي خدناها من بحث اسم تكنولوجيا البناء ودورها في حل مشاكل اللواء العاجل للدكتور المهندس أحمد حليم ومهندسة أسماء. في تقنيات بسيطة التصنيع سهلة جدا إنها تتعمل، ومش محتاجة تاخد حاجة من بره، ممكن تتبني في نفس المكان. في حاجات متوسطة التصنيع، في حاجات فائقة التصنيع. تقنيات بسيطة التصنيع زي مثلا إن إحنا نجيب النخيل، خشب معين، حاجات بسيطة خالص تعمل بيها الحاجة. في كتل الأرض المضغوطة، إن أنت تقدر تبني بطوب الأرض، زي مثلا مهندس حسن كان بيبني، أو أهالينا في النوبة بيبنوا بيها. في القماش الخرساني، في نادر خليل، كنا اتكلمنا مع يوم الأربعاء مع اللجنة، مع الهيئة بتاعته في أمريكا، في خصوص الموضوع دوت، إن هو بيبقى فيه زي شوال بيبدأ يملى فيه الركام ويبدأ يبني بيه، فبيستغل الركام ان هو يبني بيه. في تقنيات متوسطة التصنيع، محتاجة ان انت تصنع حاجة مثلا في المصنع وتبعتها هناك. في عندنا الألواح المصنعة، سواء معاد تدويرها او خرسانة او صلب او حاجات خشبية او لوحات. في أنظمة معيارية بتبقى حاجة ليها مقاييس محددة تقدر تبني عليها. وفي تقنيات فائقة الصنع، منها مثلا الطابعة ثلاثية الأبعاد. لكن طابعة ثلاثية الأبعاد يعني ممكن، مفيش حاجة اسمها حل مش صح، بس ممكن يكون في حل مناسب للمكان ده وحل مناسب لمكان تاني. يعني ما ينفعش أجي على حل وأقول لا الحل ده فاشل أو الحل ده مش هينفع، لكن ممكن ما يكونش مناسب ليا. يعني الخيرزان أو خشب البامبو ممكن ما يكونش مناسب ليا، لكن يكون مناسب في أماكن تانية. فمثلا الطابعة ثلاثية الأبعاد في صعوبة في إن إحنا ندخلها لإخواننا في غزة أو فلسطين، إلا لو هي هتصنع هناك. ثانيا، أنت ممكن، أنت محتاج إيه قوالب، فأنت ممكن
تعملها بطريقة يدوية، ان انت تعمل مثلا قالب من الخشب وتبدأ تحط فيها الخرسانة، او قالب مثلا من الحديد وتحط فيها المادة اللي انت عايز تبني بيها. ف يعني مش شايفين ان فايدة كبيرة، لان صعوبة دخول طبع ثلاثية الابعاد. في مثلا ده نظام من انظمة البناء، وده ممتاز جدا، اللي هو السي ار جي. ده ميزته في ايه؟ ان هو بتبني مبنى دائم وفي نفس الوقت بتبنيه خلال يومين، فده جمع بين الحلول الدائمة والحلول العاجلة. يعني هنقدر خلال يومين نوفر سكن لأهالينا في غزة، في أي مكان، وسهل جدا في التركيب، وسهل جدا إن أنت تعلم الناس عليه وإن هم يبنوا بيه، ومعمول له دراسات بشكل قوي جدا. وجواك هتلاقي قطع الصرف الصحي والبواسير وكل حاجة. فده من حتى في ناس كتيرة بتبنيها في فنادق، في حاجات مثلا في الحج مثلا بيبنوا حاجات زي كده لسرعة التركيب وسهولته. دي برضو نموذج كده من الحاجات ان انت تقدر تجمع القوالب ديت خلال ساعتين ثلاثة، تقدر ان انت تبني بيت. بس لو في صلب ده هيكون كويس جدا. ده مصنع احنا زرناه وشفنا الحاجات بتتعمل ازاي وبتصنعها، رحنا كذا مكان بحيث نشوف افضل الحاجات. فانت ممكن تحط حتى فيها خلايا شمسية، سهل جدا ان انت تركبها. يعني التركيب بتاعها سهل جدا، هوريه لكم. ده قالب ومجرد بس بالمفك ده تبدأ توصله ببعض، فالاتنين يتركبوا وصعب جدا يتخلعوا بعد كده. ده شكل مثلا من اشكال المباني. طيب ده حل مؤقت وده حل جميل جدا. ده حل معتمد على الاوريجامي، اللي هو فن طي الورق الياباني. كرتونة عادية بتبدأ بس ان انت تعملها، بس تقطعها بشكل معين وتبدأ ان انت تعمل بها البيت. وده للدكتور سامر السياري. الميزة بتاعتها ان انت مجرد بعت عربية واحدة ممكن تبقى معاك 35 بيت، ولو بعت مثلا طيارة معاك 620 بيت. بعت يعني سهل جدا ان انت تبني بيوت كتير بمجرد ان انت بعت الحاجة ديت. حتى ممكن تبعت لهم التصاميم وهم يطبعوها ويبدأوا ان هم يعملوها، وهي معزوله بطبقه عازله بحيث لو في مطره في امكانيه لدخول الهواء الطبيعي. يعني الدكتور سامر عمل لها دراسه ممتازه، والتهويه الطبيعيه والمطر وكل حاجه. فده حل مناسب مؤقت، يعني مجرد بس الناس تقعد فيها لحد ما تتبني البيوت الكريمه اللي يقدروا يعيشوا فيها. لان احنا فكرنا تبقى كل مدن غزه والدول العربيه اللي اتضررت تكون مدن ذكيه. طبعا البنى بالطوب الطيني من الحاجات الجميله جدا، وده بيت اهو بالطوب الني اتبنى 5 6 ادوار. ده انا احب ان انا اعيش فيه مدى حياتي. يعني بيت جميل جدا وغير مكلف، يعني ممكن حد يكون عنده حته ارض يبني بالشكل الجميل دوت. ده كاس الرمل، وده اللي كان اتكلمنا فيه مع شركه بتاعت الركام. تقدر ان انت تبني بيه، تحطه في قلب شوال وتقدر ان انت تبني بيه. كانت شركة نادر خليل، موجود لهم موقع على الانستجرام. ده الكربونات، الكربونات اللي هي الحاويات بتاعت العربيات، تقدر ان انت تعملها بالشكل دوت. الشكل ده خدناه من الامم المتحدة وعملناه بيم، وعملنا حتى حسنا فيه كتير. يعني حطينا فيه الشبابيك، عملنا لها حاجز من حديد عشان ما حدش يدخل البيت، وعملنا من فوق طاقة شمسية، وعملنا مدخلين. ده برضو من ضمن الحلول الدكتورة أمل الدبركي. ده ان هي ألواح خشبية وتبدأ تتركب مع بعض. ده انا احب ان انا اعيش فيه. يعني حتى من اثرياء العالم بيحبوا ان هم يعيشوا في الفكرة ديت. خشب بيتعشق مع بعض، وفي ثواني يبقى عندك البيت تقدر ان انت تعيش فيه. يعني سهل ان انت تركبه في ساعات قليله. طيب عندنا نظام تاني اللي هو الاكسو. ده شركه بتبيعه، بيبدا ان هو يجيبه لك اكتر، يجيب لك الوحدات فوق بعض كلها، يقدروا تركبوا فوق بعض ويتفكوا، وتبدا ان انت تحطهم جنب بعض ويبدا الناس تعيش فيهم. واخد جوائز في الحلول العاجله. يعني دي الجوائز اللي واخدها. ده شكل المبنى. فزي ما انت شايف لما بينقل مثلا 10 فوق بعض في مساحه قليله في المركب، فلما يروح يبدا ان هو يعمل بيوت كتيره. ده برضو بيتر تشيلر، ممكن ان هو يتركب لكن في جزء كبير حديد.
شايف الكرتونة دي؟ هي الكرتونة دي بتبدأ إن أنت تفتحها وزي أيكيا تبدأ تركب البيت كله، حتى أيكيا عاملة بيت زي كده. ده بيت معياري فيه شوية حاجات كويسة زي إمكانية مثلا المطر يتجمع في مكان، الشمس، الحاجات دي كلها مدروسة بشكل كويس. ده بيحتاج إن هو يتركب، شخصين يركبوه في 3 ساعات ويفضل شغال معاك 10 سنين. أيكيا برضو، أيكيا عاملة حل هوت. المشكلة في الحل، الحلول ديت انها غاليه لان انت بتشتريها من شركه، فلازم تقدر انت تعمل شركه في مصر مثلا لان مصر اقرب حاجه لغزه، وتصنع انت الحاجات ديت هيكون افضل بكتير. دي طبعا ثلثيه ابعاد طبعة البيت بالشكل دوت. لما اتكلمنا مع الخبراء قال لك ما تبنيش الحيطه كلها مره واحده، ابني اجزاء وابدا ركبهم في بعض. دي القباب الجيوديسيه بالشكل دوت، وده ممكن يصلح او لا يصلح، ده حل من ضمن الحلول ممكن نطور فيه. المهندس حسن فتحي وغيره من المعماريين عاملين تجارب، فانت ممكن تعترض على تجربه صلحها، يعني ممكن تلاقي حل اللي انا عملته مش صح، او يعني اتكلمت عنه مش صح، فانت تبدا تشوف ايه الغلط اللي فيه وتصلحه وتعمل حل افضل ان شاء الله. طيب من ضمن الحاجات اللي لازم نهتم بيها اللي هو الحفاظ على التراث الثقافي في عمليات الاعمار. فلسطين ليها طراز معين فلازم نحافظ عليه، لازم ما نقولش لا احنا هنبني نفس التراث اللي موجود في مكان تاني او هنبني على التراث الاوروبي. من الناحيه النفسيه ومن ناحيه نواحي كتيره جدا، ان في اوروبا مثلا لما جم يعملوا اعاده الاعمار في اماكن كتيره اصروا انها تتعمل بنفس الشكل، وهوريكم امثله على كده. فده كان احسن كتير للناس، لقوا ان المبنى اتبنى تاني، وده يغيظ اللي دمر لك المكان، ده رجع المكان احسن مكان. فالافضل ان احنا نرجع كل حاجه زي ما كانت بالطراز الثقافي. لو عندك حل افضل او يعني في تعديل معين هتعمله لهدف معين ماشي مفيش مشكله، انما انا عايز بس اعمل بصمه ان انا عملت حاجه كويسه، لا ده مش صح. ناس كتيره اتاذت نفسيا وحصل لها اكتئاب بسبب انها لما رجعت للمباني ما لقاش الطراز اللي هو متعود عليه، ما لقاش الشكل اللي هو متعود عليه، لا ممكن يعني خرسانات او قوالب ثابته ما كانش مبسوط فيها. ده مثلا دي مدينه وارسو لما اتدمرت في الحرب، ده كان شكل المبنى لما اتدمر، ولما رجعوه بنفس الشكل بحيث ان لو حد ما يعرفش ان في حرب ورجع يفتكر ان المبنى ما حصلوش حاجه، فالمباني رجعت زي ما كانت. تمام. المقدمه بتاعت كتاب عماره الفقراء بيقول لك ان اعاده تاهيل الافراد والمجتمعات المتضرره بعد ما اتصرفوا تريليون دولار في الفتره في الحرب العالميه الثانيه، قال لك التنميه مش مباني بس، لا لازم تتم في عقول البشر وقلوبهم، فلازم يبقى البشر نفسهم يلاقوا نفس الشكل اللي هم كانوا متعودين عليه، ولازم يحسوا ان بالراحه النفسيه. طيب هنتكلم سريعا عن موضوع تحليه المياه. تحليه المياه عندنا مية البحر، عندنا الآبار، الفكرة دي موجودة عندنا كتير في مصر، اللي هي عندي حتى أنا عندي في البيت الترومبة دي مجرد إن أنت تدوس أكتر من مرة بتبقى محفورة تحت خالص، فتبدأ تطلع لك مية صالحة للشرب أو محتاجة بس معالجة بسيطة ونشربها عادي. ممكن نستعين بدل ما تبقى مانوال بالطاقة الشمسية. في الحل دوت، الحل ده سهل جدا يتعمل، يعني ممكن لو عندنا تكييف فيه مشكله او بايظ ممكن ان احنا نفكه ونبدا نعمل بيه الوحده ديت. الوحده دي بتعمل ايه؟ لو انت قاعد في مكان قريب من البحر وفي رطوبه يبدا يستخلص لك الرطوبه دي من الجو ويبدا ان هو يوفر لك ميه. الميزه ان انت مش محتاج تركب مواسير، انت عندك الجهاز ده مش متوصل باي حاجه خالص غير الكهرباء بالطاقه الشمسيه، تقدر تشرب ميه صالحه للشرب، فانت كده محدش يقدر يحاصرك، محدش يقدر ان هو يقول لك انا همنع عنك الميه. فده حل ممتاز جدا، وكنت انا عملت فيديو بشرح الطريقه بتاعته، وممكن حد يكون متخصص يقدر ان هو يصنع بسهوله، يعني ما فيهوش اي حاجه خالص، مجرد المكثف بس والطريقه بتاعته. تمام. في طريقه تانية اللي هي التبخير الشمسي، ان انت بتحط الميه المالحه وبعد كده الشمس بتروح مبخراه وتبدا انها تتجمع. بالمناسبة في جهاز جبناه صغير كده بتحط فيه ميه بملح، يعني لو جبت ميه البحر وحطيته فيه الجهاز ده فيه اناره بيبدا ينور لك المكان. تمام. دي من الحاجات الجميله جدا، وممكن ان انت تشتريها سعرها رخيص مش عارف 10 دولار حاجه زي كده،
بتحط شوية مية بملح بيفضل قايد 80 ساعة. دي من ضمن الحاجات برضو اللي هو بالطاقة الشمسية بتاخد المية تبدأ تفصل الملح عن المية، يعني هو بيعمل تبخير في الجهاز دوت، فتعمل ماسورة تجيب لك المية العذبة على جنب ويجيب لك الملح على جنب. ده ووتر كون، بتقدر ان انت مثلا تحطه كده يبدأ ان هو يبخر لك المية اللي موجودة، تحطه مثلا على مطرة نزلت او اي مية، فيبدأ ان هو يجمع لك المية تقدر ان انت تشربها لوحديها وتكون شال منها الاملاح. ده جهاز برضو موجود ممبرين، في زي فلاتر تقدر ناس كتير بتستخدمها وهي مثلا مسافرة او في مخيمات حاجات زي كده. دي وحدة تحليل تناضح عكسي، انها مركزية ممكن تحطها تقدر تخدم منطقة من السكان، توفر لها مية صالحة للشرب وحجمها صغير وممكن تتحط في السيارة تبقى سهل التنقل لأي مكان يكون محتاجه. وده طريقة لتنقية المية من خلال الصخور والرمال. دي طريقة التركيب، ده كان دكتور مؤيد في الأردن. دي من ضمن الحاجات برضو، الصرف الصحي مش متوصل بحاجة لكن ممكن تستخدمه بعد كده إن أنت تحوله لطاقة، من تاخد منه الغاز وتقدر إن أنت تستخدمه برضو كسمات. يعني الصرف الصحي نقدر ان احنا نولد من خلاله طاقة، الغاز ده ممكن نستخدمه في الطهي وممكن نستخدمه في ان احنا ننور المكان. دي محطات صرف صحي في الأردن، دي حلول معتمدة على معالجة المية وكله بطريقة لا مركزية بحيث ان ما بقاش في مكان ان يحصل فيها ضرر. دي حدائق رطبة اصطناعية بندخل فيها المية ومن خلال النباتات الطبيعية بنبدأ ان احنا نعالجها بحيث انها تخرج بعد كده صالحة للشرب. يعني ممكن مية صرف صحي، مية مصنع، مية اي مية، بدل ما تترمي في البحر او تترمي في النهر بنقدر ان احنا نعالجها من خلال نباتات زي المورينجا زي الشابة زي لحد ما تصلح انها تبقى، مش هنقول للناس تشربها رغم ان انا شفت بنفسي فيديو لبيل جيتس وهو بيشرب مية زي كده، مية تمت معالجتها بتاعت صرف صحي وشربها، وفي دول زي هولندا، لكن انا عارف ان احنا هنقرف منها وممكن ناس ما تعجبهاش، فهنقول ان احنا هنستخدم المية ديت في ان احنا نروي بها الزرع، يعني هنستخدمها استخدام لري الزرع وان احنا نزرع اشجار مثلا. طيب الجزء بقى اللي هو فيه مشاكل كتيرة بقى، موضوع البيئة. موضوع البيئة احنا عندنا مشكلة رهيبة جدا، فاحنا لازم واحنا بنبني نبقى عارفين ان في ركام، في ممكن اسلحة متفجرات مثلا لسه مخلفات حرب، ازاي ان احنا نقدر نعمل هيكلة للمجتمع، نعمل دعم نفسي، كل الحاجات دي لازم نكون بنفكر فيها مع بعض، ممكن حد متخصص في حاجة زي كده يساعد فيها. طبعا لازم الجهات الامنيه تكون موجوده طول ما احنا شغالين في المكان بحيث ان لو في اي حاجه يقدروا ان هم يتصرفوا. حسب علمي ان النشاط الاشعاعي مش هيكون موجود غير في المستشفيات، يعني لو في مستشفى غالبا بيكون في جهاز الاشعاع، فدي الاماكن اللي احنا لازم نكون حذرين فيها جدا. يعني موضوع الركام لازم نتعامل معاه بشكل قوي جدا بحيث ان هو يتم فرزه. الركام لو في امكانيه ان احنا ندخل الحديد وندخل مواد الخام و فممكن الركام ده نستخدمه في ان احنا نكبر الشاطئ بتاع غزه، يعني نرمي في البحر نكبر الشاطئ، بس المهم نتاكد ان ما فيهوش اشعاع عشان ما ياثرش على الثروه السمكيه. او ممكن نستخدمه في ان احنا نعلي الارتفاع بتاع غزه، لان زي ما انتم شايفين في تاثرات المناخ بتاثر بزياده الحراره، فده بيؤدي لذوبان الجليد، فذوبان الجليد ارتفاع سطح البحر، فحصل المشكله اللي حصلت في ليبيا، المايه غرقت المدينه، فممكن نعلي سطح غزه من خلال الركام. ففي المخلفات مكلفه، يعني لما اتكلمنا مع بلديه غزه الموضوع مكلف، فلو ما فيش حاجه هتدخل هنضطر نستخدم الركام، لو ما لو في امكانيه ان حاجات تدخل هنستخدم الركام استخدام اخر. فممكن نستخدمه في زيادة ارتفاع الساحل، أو نستخدمه في طبقة سفلية تحت الأسفلت في مشاريع الطرق أو في الجسور أو البنية التحتية المختلفة. وده جهاز علمي بيستخدم في كشف الأماكن اللي ممكن يكون فيها إشعاع.
فلازم نوفر ظروف آدمية واجتماعية للمخيمات المؤقتة، ونوفر لهم مية وصرف. يعني صدقوني موضوع الصرف ده أذى ناس كتيرة جدا، إن صرف غير آدمي أو تقف طابور أو لازم يكون في حلول جذرية للموضوع. يبقى في استغلال أمثل لتقنيات الزراعة الحديثة، تعليم وتدريب الجميع على استخدام أسمدة عضوية، والناس كلها تبدأ تشتغل على موضوع إعادة الإعمار. طبعا في تقسيم المواد الخطرة، الناس متخصصين في دكاترة يعني متخصصين في البيئة ساعدونا في الحاجات ديت، بحيث إن كل واحدة فيهم نبدأ نوفر إيه أفضل حل فيها، بحيث يعني ما ينفعش إن الحرب تكون خلصت ونفاجأ إن في بعض المواد بتعيق إعادة الإعمار. لازم إن إحنا نكون عندنا إيه حلول لكل واحدة فيهم. دي بعض المواد اللي احنا ممكن نستخدمها في إعادة الإعمار. دي مشاريع الهيئة شغالة فيها. طيب دي الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين. طبعا في جهات كتيرة بتشتغل في فلسطين، ربنا يعينهم. ده كتاب إعادة الإعمار، فيه ملخص للكلام اللي أنا قلته. توصيات سريعة قبل ما يعني نسمع الأسئلة. احنا محتاجين نعمل دراسة لإمكانية استثمار المخلفات الناجمة من الحرب، بحيث يتم إعادة تدويرها واستخدامها. لازم نعمل دراسة لموضوع الطاقة البديلة، لازم نوجد حلول. هل طاقة الرياح تنفع معانا؟ هل طاقة شمسية؟ ايه افضل حالات؟ السكان كلهم لازم يتعاونوا في إعادة إعمار المدينة، عشان هم اكتر مستفيدين واكتر متضررين، فهم اكتر ناس هيكونوا حريصين على إعادة الإعمار، وهم رأيهم اللي يمشي. يعني احنا استشاري، هم ممكن يقول لك لا انا عايز كذا، خلاص يبقى اللي هو شايف صح هو ده، هو أدرى بظروفه وأدرى باحتياجاته. ونحدد الأولويات لينا، ويعني ممكن يكون مثلا الأولوية دلوقتي مثلا حاليا لما اتكلمنا مع المتخصصين قال لك الأولوية دلوقتي توفير المية، ما تبنيش حاجة وانت عارف انها هتدمر تاني يوم او في احتمال للتدمير، فلازم يكون في توفير المية والصرف والصحة. دي الأولويات دلوقتي. عايزين حلول جذرية مش مؤقتة، يعني مشكلتنا ان احنا بنشغل بالحلول المؤقتة، وده ممكن يأثر ان احنا مش قادرين نوجد حلول. انا ان شاء الله اشارك معاكم البرزنتيشن دوت، بحيث يعني كل واحد فيكم احسن مني 100 مرة، يقدر ان هو يتطور ويقدر ان هو يعمل حاجة احسن منها ان شاء الله. فلازم كلنا نشوف ايه المشاكل ونوجد حلول، وان احنا نتعاون مع القطاع العام، نتعاون مع القطاع الخاص، ونبدأ نعمل حصر للدمار اللي حصل، ونوثق كل حاجة حصلت، ونفضح الممارسات السيئة في اللي حصلت في الحرب اللي فاتت. وعايزين يبقى كل حاجة واحنا بنفكر فيها، سواء كهرباء، انترنت، مية، زرع، تكون معتمدة على الطاقة المتجددة وتكون لا مركزية، ويكون في مباني شكرا لحضرتك. اتفضل. خلاص انا خلصت، اتفضل. كمل لا لا خلاص حضرتك. اتفضل اتفضل، انا شارك مع حضرتك الكتاب باذن الله. انا اتفضل. كنت هقول بس لو حد عنده اسئله ممكن يفتح المايك او يكتب في الشات، وبالنسبه للتسجيل الحضور برضه في الشات. انا عندي مقدمه من غزه من وزاره الاشغال عن ملف الإعمار، في استفسارات وفي مقدمة عن الوضع الحالي، إذا حابين نعمل مداخلة مع استفسار. اتفضل يا ريت، الله يكرمك، يعني تحت أمرك. بداية أنا بشكركم جميعا على مداخلاتكم وعلى تواجدكم حاليا، والحمد لله على سلامتكم جميعا، الحمد لله نحن بخير والأمور يعني ربنا يسلمنا من الاحتلال ومن شرهم، يتحرم عنا بإذن الله قريبا يا رب إن شاء الله. بإذن الله. الآن إحنا في شمال قطاع غزة، خلينا أحكي عن شمال قطاع غزة حاليا. صراحة كمخيمات بدأنا بإنشاء مخيمات، ويعني خلال أقل من أسبوع أو أسبوع حنسلم أول مخيم للمواطنين. طبعا إحنا اضطررنا إنه نعمل خيام، ما كنا احنا في سياسة الإعمار كوزارة أشغال يعني حاطين في سياسة الإعمار إنه نرغب في دخول الخيام أصلاً، لكن بسبب تعنت الاحتلال، عدم إدخال الكربانات أو البيوت المصنعة مسبقاً،
اضطررنا أنه نضع هذه الخيام لأنه أهلنا في شمال قطاع غزة جبالي بالذات لما صار الاجتياح الأخير نزحوا إلى غرب غزة ودمر الاحتلال العديد من مراكز الإيواء ومن البيوت مما فاقم العملية وأصبح هناك كثير من الناس بدون مأوى، فاضطررنا إلى إنشاء المخيمات. خلال أسبوع إن شاء الله إحنا في حنفتتح مخيم مكون من تقريبا 100 أسرة، وتوقع بالأسبوع اللي بعديه حنفتتح برضه مخيم من الهيئة العربية للإعمار مكون تقريبا من 240 خيمة كمان، طبعا مجهز بعدة تجهيزات منها الطاقة الشمسية منها الآبار منها الحمامات، يعني شوية احنا اخذنا السلبيات والإيجابيات اللي صارت في الجنوب واحنا بعدنا عن السلبيات وحسننا في الإيجابيات على سبب انه نكرم اهلنا يعني المتواجدين المتضررين. الا انه احنا هذا المقترح طبعا مش هو اللي بدهم اياه الناس حاليا، الخيام مكدسة عنا وسنضطر انه نسلم الناس هذه الخيام وفق معايير معينة، حتى اللي بده يحط خيمته في أرض له خاصة بدناش إحنا سياسة إنه يكون هناك خيام نرجع لمؤسسة الخيام من جديد ومن خيام لخيام ومن نزوح لنزوح. إحنا معنيين في سياستنا العامة إنه يكون هناك انتشار أفقي للناس، لكن بتواجهنا بعض المشاكل موضوع البنية التحتية وموضوع يعني عدم توفر أراضي كثيرة للمواطنين عشان يحطوا عليها، والركام لا زال موجود. لذلك يعني يمكن المخيمات هي أفضل حل. يمكن إحنا حاليا بنشتغل على موضوع برضو تهيئة بعض مراكز الإيواء عشان نقدر نرجع أهلنا النازحين. يمكن آخر نزوح صار جديد من الشجاعية، لما أهلنا رجعوا على الشجاعية وجدوا كثير من المباني أيضا دمرت، ولذلك إحنا الآن المقترح لمراكز الإيواء حاليا هي الخيام مع الأسف، لكنها مؤقتة زي ما تفضلت يا دكتور عمر، مؤقتة وبنعتبرها زي كابونة للمواطن وليست مرجعة. اللي أنا بدي أحكي فيه إنه لما شفت العرض السريع إحنا يمكن كغزة نميل إلى موضوع اللي هي اللي يعني يمكن إحنا في حرب 2014 توجه كرفانات إلنا من عمان وبعض منها كان يعني ممتاز، وهذه يمكن نوعية الكربونات أنا عملت لها إشارة للمجموعة المخصصة لإعادة الإعمار اللي يعني تقودها بلدية غزة مع مختصين، ما أعرفش أنا يمكن ممكن إشارتها للمجموعة الآن، وهذه ممكن يكون في منها طاقة شمسية وممكن وضعها في المخيمات الحالية اللي بنعملها للخيم، ممكن نزع الخيم ووضع الكربونات فيها، وبعد إزالة الركام حنخش على موضوع إزالة الركام إنه ممكن إنه يضع المواطن الكرفان في بيته. وأنا بدي أحكي شغلة مهمة إنه الكرفانات يا جماعة قد يعني يجلس المواطن فيها أو الأسرة ما لا يقل عن 5 سنوات. أنت بتحكي الآن إزالة ركام وحصر أضرار، الموضوع يعني بياخد وقت كبير. أنا يمكن موضوع إعادة الإعمار يمكن أنا ماسك الملف هذا من 15 سنة، يمكن المهندس مأمون بسيس وهي معنا في المجموعة بيعرف الموضوع هذا في الفريق الوطني، إحنا عانينا كثير وبنعرف خبرة من القصة من 2008 موضوع الكرفانات. إحنا بنعرفش إيش الاتفاق اللي حيصير بالضبط، لكن خليه يكون عندنا إحنا نظرة إيجابية ونظرة أخرى عشان إحنا ما نكونش يعني برضو بنحكي سيناريو يعني إيجابي كبير وننصدم في الواقع. فأنا بقول إنه موضوع حصر الأضرار لأنه مرتبط إزالة الركام بحصر الأضرار، وبعد إتمام الحصر بدنا نعمل إزالة. موضوع الإزالة بده آليات، والآليات هذه موضوعها كبير، يعني موضوع الآليات إحنا بنقدر فوق 150 ل 200 وقد يصل ل 500 آلية بدها تخش بآن واحد، وهذا موضوع مكلف جدا. ولذلك إحنا موضوع حتى الآليات لما نحكي عن إزالة الركام لا غزة تقدر ولا فلسطين تقدر تخش على الملف هذا، الأصل يكون هذا موضوع إما إعارة من مؤسسات أو شركات دولية تخش على الموضوع هذا، يعني أفضل ما إنه نشتري آليات نقعد نشتغل فيها. لكن أنا مع دعم القطاع الخاص وإدخال له آليات، وخاصة نحن آلياتنا كوزارة أشغال والبلديات كلها دمرت. يعني إحنا الآن لك أن تتخيل أنه في غزة والشمال فيش أكثر من 20 آلية،
يعني منها شاحنات وأكم من كباش، كل البواجر تم تدميره. هذا الأمر. الأمر الثاني موضوع الركام وسياسته وكيف التعامل معه. يمكن اللي عمل في غزة بيعرف إنه إحنا في غزة موضوع الركام له سياسة، إنه إحنا لازم مؤسسة يو إن ماس تخش على الخط وتقول تعمل لك كليرنس لموضوع المبنى انه خالي من المتفجرات عشان احنا نقدر كمان نعمل ازاله. ولذلك احنا المنازل لازم يكون هناك لها يعني مقدم زي ما تفضلت يا دكتور عمر، لازم تكون نخش على هذه المباني بدون مخاطر. طبعا الموضوع الثالث الموضوع انه ايش ممكن نستخدم الركام في ايش، هذا موضوع يمكن احنا تقدمنا فيه عدة مرات لكن بعيده، لانه انا شايف في كثير في ناس متخصصين هان ممكن يعني يساعدونا في هذا الامر. احنا الركام صراحة يمكن فوق 30 مليون طن موجود الان. احنا هذا الركام عندنا اكثر من سيناريو لاستخدامه. السيناريو الافضل لنا كقطاع غزة، وخاصة انه احنا صار عندنا نحر للشاطئ قطاع غزة في عدة مناطق ساخنة واقترب النحر إلى الشوارع، ولذلك احنا معنيين بالردم في البحر بطرق يعني علمية، وهذا موضوع صراحة بده دراسة، وهذه الدراسة يمكن يعني محتاجين إلى دراسة يعني الناس متخصصين في التيارات المائية، ناس متخصصين يعني بدها مكتب استشاري صراحة بعرفش يعني هذا الموضوع مش موجود مش متوفر في غزة ولا في فلسطين، لازم يكون هو يعني الناس متخصصين في هذا المجال. ليش؟ لأنه إحنا بدنا نعمل بعض الألسنة أو مصدات الموج اللي تقينا من موضوع نحر الشاطئ، بما إنه في رادم كبير فممكن إحنا نساعد في بناء أو رادم في الشاطئ في 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 البحر، وطبعا الاستفادة من هذه المساحات لأمور أخرى. الأمر الثاني إنه إحنا ممكن من هذا الركام نعمل بلوك، نعمل انترلوك للشوارع، ونعمل كمان حجر جبهة ونستخدم صبيز للشوارع أو يعني حتى كمان حصمة. طبعا موضوع الحصمة يمكن في بعض الناس يعني قالوا انه ممكن يكون فيها بعض المخاطر، والبلوك انه لا زال فيها يعني إشعاع من المتفجرات التي ألقيت على قطاع غزة، لكن هذا الموضوع ممكن يندرس. دكتور عمر حكى عن موضوع الطاقة. الطاقة صراحة احنا في سياسة الإعمار، وهذا الكلام خلينا نتشاور فيه، احنا معنيين انه في كل بيت هدم كليا ان يكون له نظام طاقة شمسية منفصل. طبعا احنا بيلدينج باك بيتر بنشتغل مع المواطنين، الناس ما كان عندها نظام طاقة شمسية، لكن بالنظر الى ما فعله الاحتلال بكل البنية التحتية لقطاع غزة، فنحن مطلوب منا انه نعمل المواطن اللي صمد واللي واجه هذه الآلة الكبيرة من الدمار انه نكرمه ويعني نعيشه حياة كريمة. ولذلك موضوع الطاقة الشمسية موضوع احنا معنيين انه يكون كل بيت موجود فيه نظام، وهذا موضوع بفضل الله احنا عندنا في غزة موجود الآبار الارتوازية، وكثير من المؤسسات مشكورين صراحة تدخلت في إدخال هذه أنظمة الطاقة الشمسية بالرغم من الغلاء الفاحش الحالي الموجود، لكن بعد الحرب إن شاء الله بكون يعني تصل بأثمان رخيصة وممكن إدخالها لهذه البيوت. هذا اللي حبيت أنا أحكي فيه، سمحونا على الإطالة، لكن أنا يعني من باب المعاناة ومن داخل قطاع غزة من شمال غزة بتحدث إليكم عشان أحطكم في صورة الوضع. جزاكم الله كل خير، يعني والله انا سعيد، شكرا جزيلا لحضرتك على الدخل، انا سعيد بمدخل حضرتك، ويا ريت يعني نتواصل ان شاء الله، ويعني ان شاء الله نحاول يعني نستفاد من حضرتك وخبره حضرتك ان شاء الله. كان موضوع الكرفانات ده حاجه مهمه جدا، يعني زي ما انت عارفين قطر كانت استضافت كاس العالم، ف والسعوديه طبعا بتستضيف الحج والعمره، فعندهم الموضوع ده متوفر، الكرفانات والخيام والحاجات دي. فالكرفانات بتاع قطر انا تواصلت مع الناس وقعدت اتابعها، فعرفت ان هي راحت تركيا ساعه لما حصل الزلزال، وبعد كده راحت ليبيا، وبعد كده راحت المغرب، يعني تاهت بين البلاد. لكن في اللي هو الاستاد بتاع 974 تمام، ده ممكن يكون ممتاز جدا لو تم اهدائه لغزه، لان هو المفروض ان هو يتهدي لدوله من الدول. موضوع كارفانات بالناس بتتكلم ان هو هيقعد معاك مثلا اول شهر، لكن كل التجارب السابقه في لبنان وسوريا زي ما حضرتك قلت في حدود 5 سنين، فمحتاجين فعلا ان احنا نشوف افضل حلول ونستفاد من التجارب السابقه ونبدا ان احنا نتطور فيها. انا احاول ان اسجل
الكومنتات. طيب، في حد كان بيسأل على موضوع التصوير الجوي، ودي حاجة يعني في حاجة اسمها اوبن ستريت ماب. اوبن ستريت ماب دي خريطة، او بنستخدم اقمار صناعية، 8 اقمار صناعية، ونبدأ ان احنا نعمل مجسم للمدينة. دي اول حاجة بنعملها لما بنيجي نعمل مدينة ذكية. يعني احنا هدفنا ان يعني لو نقدر نعمل قصور لأهلنا يعني مش هنتأخر. فعشان تعمل مدينة ذكية لازم تستخدم الأقمار الصناعية، إن أنت تعمل مخطط للمباني وتحصر على الأضرار وتعمل الحاجات دي كلها. السؤال هوت تمام، اللي هو التخطيط من خلال التصوير الجوي. فالأوبن ستريت ماب دي التكنولوجيا احنا اشتغلنا عليها، أنا مش عايز بس أطول عليكم، لكن ادينا فيها محاضرات ساعات طويلة ازاي احنا هنستخدمها، ومجاني تماما وأوبن سورس، وتقدر إن أنت تتحكم فيها. وكانوا حابوا إن هم يعملوا موضوع مخطط للمدينة دوت أول ما 7 أكتوبر، لكن وفعلا أعلنوا عنها إن إحنا هنخش كلنا متطوعين على مستوى العالم كله، بالذات أفريقيا وآسيا. لكن أنا ساعتها اتكلمت معاهم وقلت لهم إن أهل غزة حافظين عن الأماكن بتاعتهم، أنتوا كده بتخدموا المحتل أو المعتدي. فعملت معاهم مشاكل كتيرة ووقفوا الموضوع، قالوا قلت لهم انتوا هتحصروا ايه ولا ايه؟ ما هو تحصر النهارده ثاني يوم هتتضرب، فانا اجل الموضوع لما الامور تهدى نبدا ان احنا نعملها على النظافه ان شاء الله، ونحط المعلومات دي في فلسطين او في اي مكان يكون نقدر نتحكم فيها ان شاء الله. موضوع البيم احنا فعلا شغالين في يعني الحلول اللي احنا شايفينها دي، بنحاول نعملها موديل، وبنحاول ان احنا نعمل لها الدراسه بتاعتها من ناحيه المناخ ومن ناحيه الشمس ومن ناحيه كل حاجه، زي كان احنا بنعمل قصر الامير. يعني بنحاول نعمل دراسه كويسه جدا بحيث ان احنا نتجنب اي مشكله. احنا ممكن نحط حل لكن لما يتنفذ هناك ما ينفعش، فلازم تبدا تعمل تجرب التعليقات ديت. اوبن ستريت ماب دي ممتازه جدا ومجانيه، واحنا اشتغلنا بيها وقدرنا نعمل مدينه العاشر من رمضان في خلال ساعتين، مدينه كلها بالارقام بكل حاجه. فعشان بس ما اطولش عليكم، لو حد عايز ممكن ايه نتكلم فيها بالتفصيل. اتفضل يا باشمهندس، انا اعتذر. تقريبا الدكتورة سحر كانت بتتكلم عن التوزيع الديموغرافي للسكان والفئات العمرية حسب الاحتياجات من الخدمات. تقريبا بتتكلم ان دي معلومات برضو محتاجينها ان احنا نقدر نستخدمها. أكيد طبعا، أكيد. بس غالبا ما فيش أسئلة تانية. تمام، لو في حد عنده أي سؤال حابب يضيفه أو حابب يفتح المايك اتفضل. مرحبا. اهلا. سوسن الماجد من الاردن. انا في عندي بس كومنت واحده على لما عم نحكي على لما بدنا نبدا باعاده الاعمار. هلا اللي انطرح ممتاز جدا وفي له، بس في شغله دائما منسيه وما عملنا نذكرها، اللي هو الوضع الحالي للسكان في غزة والديسابيليتي اللي عمالها بتصير عندهم. يعني ما حدا ذكر انه الأكترية عدد الناس اللي صار عندهم إعاقات سواء جسدية او amputations او هاي لازم تأخذ في عين الاعتبار في جميع التصاميم اللي عمالنا بنحكي عليها، لم تذكر بأي طريقة. يعني الوضع في غزة يختلف عن باقي المحلات، مش بنحكي على ناس صار عندهم فيضان وما صار عندهم أي، ناس تعوروا أكثريتهم صار عندهم يا أما أرجلهم راحت يا أما أيديهم راحت يا أما صار عندهم عمى من القنابل اللي عمالها بها. فتسوى ان تكون مذكوره هاي الشغلات في البوينتس اللي عمالنا بنقول انه نراعيها في التصميم. This is one point. البوينت الثاني هلا بنفترض انه الركام تبعنا احنا عمالنا بنحكي عليه انه رايحين نستفيد منه. هلا there is a possibility انه يطلع معنا الركام اللي موجوده في غزه في كتير اشاعات، راديشنز تبعته عاليه جدا. ايش بده يكون التفاعل تبعنا في هالحاله؟ احنا بنقول كيف نستفيد من الركام؟ طب اذا طلع في راديشنز شو بدنا نعمل بهاي الكميات الهائله من الركام؟ او ثانك يو.
طيب بالنسبة للسؤال الأولاني موضوع المستشفى، ف البرزنتيشن بتاعنا محدد بوقت، فاحنا ما اتكلمناش في تفاصيل كتيرة جدا. احنا شغالين في أكتر من مسابقة، مش مسابقة، إن احنا بنجهز الملف لما يطرح. والله احنا عايزين نعمل مستشفيات، يعني حتى في مستشفى كنا اتكلمنا فيها، ممكن بعض الأفاضل الموجودين هنا كانوا معانا على الجروب فيقدروا يأكدوا كلامي، ان احنا في مستشفى اللي فقدوا الاطراف بتاعتهم، وقالوا ان في مستشفى لكن في الشمال واتضربت. فاحنا محتاجين فعلا مستشفى لموضوع الصحه، ومستشفى للناس اللي فقدت اطرافهم. شغالين على ملفات كتير جدا، مش ملف ولا اتنين ولا تلاته، كلها بنجهز لهم في اكتر من حاجه، وكلهم ان شاء الله هيطرحوا قريب. ومن ضمن الحاجات برضو شغالين فيها موضوع مشاريع التخرج، يعني كل جامعة تخلي فيه مشروع تخرج ليه علاقة بغزة أو بالعلاقة بإعادة الإعمار، لهدف إن نربط الطلبة بالقضية. ما ينفعش يكون في بلد بتتضرب وفي مشاكل وإحنا نعمل شاليهات أو نعمل حاجات، مع احترامنا للجميع يعني، بس إيه، في أولوية للموضوع. في مواضيع كتيرة جدا للأسف، بس ده كل وقت. يعني من ضمن الحاجات اللي إحنا لازم نهتم بيها موضوع الهندسة العكسية، إن ممكن يكون في جهاز قوي جدا زي الجهاز مثلا، الجهاز ده مثلا، تمام، الجهاز ده قوي ولكن غالي، فاحنا لازم نشتري وحده ونعمل هندسه عكسيه بحيث ان احنا نقدر نصنعه في مصر ونقدر او اي دوله عربيه، ويبدا ان هو نبعته بشكل يكون كويس. ده بالنسبه للسؤال الاولاني اللي هو سوري، بس ماي كويستشن ما كانش على المستشفيات. انا كنت عمالني بحكي عن ادخال كودة الديسابلز في التصاميم مظبوط. لا وذكرها. صح، كلام حضرتك مظبوط، كلام حضرتك مظبوط، المفروض فعلا هو ده. انا ما جبت سيره المستشفى لانه عمالنا بنقول نراعي البيئه، نراعي الشمس، نراعي الهاي، وعمالنا بننسى يعني بوينت كتير كتير مهمه اللي هو الوضع اللي صار عليه السكان في قطاع غزه. فهي هلا لازم تكون يمكن واحده من الاولويات انه نراعيها. يمكن انا اكثر يعني اهم من اني انا افتح لهم شباك اراعي انهم يقدروا يمشوا جوات الكرفان تبعهم، يقدروا يطلعوا على الكرفان تبعهم، يقدروا يستعملوا الكرفان تبعهم، الطرق اللي عمالها بتكون بين الكرفانات تسمع لهم يستعملوا الويل تشيرز تبعهم، تسمح لهم يستعملوا العكازات اللمس تبعتهم اللي عمالهم هاي. فهي this is that point ما لما عمالكم تستعرضوا I did not notice انه في حد حكى عليها. لا لا، كلام حضرتك مظبوط فعلا فعلا، هضيفها حاضر بإذن الله. أما السؤال الثاني كان على الركام، أما المستشفيات الركام احنا معانا، احنا عاملين لجنة للبيئة، فمن ضمن اللجنة دي في عندنا دكتورين متخصصين في موضوع الطاقة النووية، وهم بيناقشوا الموضوع ده بشكل جذري بحيث ان يتم ادخال جهاز يقيس الاشعاعات في كل الاماكن بتاعت غزة. في جهاز غالي شوية لكن يقدر يعمل غزة كلها خلال 3 ايام، العربية فيها جهاز وتمشي، لو حس بأي حاجة يبدأ إن هو يدي إنذار. فدي من ضمن الحاجات اللي لازم تتعمل قبل ما نعمل بناء، لأن ممكن نبني ونفاجئ الناس قاعدة في البيت بتمرض بسبب إن هو قاعد متأثر بالإشعاع. هو غالبا الإشعاع موجود في المستشفيات اللي كان فيها أجهزة أصدر. طيب هلا أنا السؤال كان برضو كمان هذه الشغلة لازم نعملها definitely، يعني هذه واحدة من الـ ABC 101 لإعادة الإعمار. هي لازم هلا السؤال أول يوم يوقف الحرب exactly، علشان ما نقعد نقول نقدر نستفيد وما نستفيد. This is 101 لإعادة الإعمار. هلا السؤال هو أنا إذا لقيت هاي الكميات اللي إحنا بنحكي عليها فيها إشعاعات كيف بدنا نستفيد منها؟ لا يعني لازم نفكر in two directions. مظبوط. كيف استفيد من الركام؟ والدايركشن الثاني اذا انا الركام عندي طلع فيه اشاعات شو بدي اعمل فيه؟ يعني ما اركز اني انا بدي استفيد. Let's not take only the positive side منه. مظبوط. ناخذ انه انا عندي نيجاتيف عمالها بتعطيني شويه عمالها بتعطيني اشاعات الليفل تبعها اعلى من اللي بقدر انا اعتمده للبناء او هو الاكسبتبل على الانترناشونال ستاندردز، فايش انا بدي اعمل فيها؟ فبدي ابدا افكر بهذا الاتجاه الثاني كمان. تمام، زي ما قلت لحضرتك احنا معانا دكاتره متخصصه في الاشعاع، 2 دكاتره متخصصين، وهم قالوا لنا مثلا ان المواد دي هيبداوا ان هم يتعاملوا معاها. المفروض ان لو في ماده فيها اشعاع بيتم عزلها بطريقه معينه
ودفناها في مكان بعيد بعيد عن المياه الجوفيه وبعيد عن كل حاجه، هم متخصصين اكتر مني، فمش هقدر افتي غير باللي انا سمعته منهم ان ليها طرق معينه دوليه متعرف عليها يتعاملوا معاها ازاي. دي حسب الامم المتحده، كل ماده من دول المفروض ان في طريقه للتعامل معاها. بالظبط، يعني هيكون البروسيجر يختلف جدا عن انه اعاده الركام والطمم ونرد نعمل ميناء غزه ونعمل ال لا. اوكي ثانك يو، شكرا، الف شكر، الله يكرمك. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور امال، استاذ عمار، اهلا بيك. انا بعتذر، انا ما جيتش يعني ما حضرتش من الاول، كان عندي مشكله في الرابط، بس انا حضرت من اول ما اتقال ان الركام طبعا ممكن يكون في احلال ليه، او يعني هيزيد يزال ويتحط فيه وحده المأوى. اللي بقترح انها ممكن تبقى مأوى مستقر، يعني زي ما يعني اتقال برضو ان ممكن يقعد في هذا المأوى يعني لغايه 5 سنين على ما يحصل ان هو يتنقل لارضه. وبالتالي ففعلا ازاله الركام في ملك اخواننا الفلسطينيين في ارضهم مهم قوي. ليه؟ عشان حتى لو كان هذا المأوى مأوى مستقر لعدد من السنين، على الاقل هيعالج الحاله النفسيه اللي هم فيها، لان الحاله النفسيه دي بتتطلب ان المعماري كمان يدرسها، مش بس اعاقه، لا وكمان نفسي، يعني مش بس في الوحده السكنيه انها تحسسه بالاستقرار والامان وغيره، لا وكمان بالفراغات التفاعليه اللي هتبقى ما بين الوحدات السكنيه دي برضو لازم تتحط في الاعتبار اثناء التصميم لو هيطرح مسابقه، سواء بقى من خلال مشروع تخرج او من خلال جمعيات متخصصه، او هيبقى فيها ليها سبونسر، او يعني دي حاجه كلها عايزه الحقيقه تحضير. وكمان البيانات اللي احنا محتاجينها محتاجه تحضير كمان، لان الديزاين هيتوقف على كل المعطيات المطروحه الحقيقه. تمام دكتور. الدكتوره هي اللي عامله التصميم دوت، كنا اتكلمنا عنه وذكرنا اسم حضرتك، اللي هو البناء بالطريق الخشب اللي هو الميكانو. هي الحقيقه كانت مسابقه عالميه يعني، وربنا الحمد لله وفقني فيها واخدت جائزه اولى من نقابه المهندسين. المحكمين كانوا كلهم جامعه القاهره وعين الشمس، وكانت طبعا بتأوي اللي هم اهل البوسنه والهرسك اللي حصل لهم حرب اهليه هناك، ولان يوغوسلافيا يعني حقل الخشب على وجه الارض، فهم كان لازم ابني بالخشب، يعني اللي هو ده كانت الماده المتاحه. وبالتالي فكرت في حاجه سريعه بحيث انها نقدر نحضرها بسرعه وتبقى سابقه التصنيع وتتركب في الموقع في ساعات يعني. وبالتالي كان الفكره ان يبقى في عمود مفرز بيتحط في الجرادل المعدنيه بتاعه الاعانه اللي هي بتمثل الفاونديشن او الاساس، وبعدين بيركب او بيثبت، بنثبت الاعمده كلها ببعضها بالميده اللي هي برضو بتبقى مفرزه، وبعدين بندخل البانلز بتاعه الحوائط اللي هي بتبقى معزوله علشان تحميهم من حر وبرد، وبعدين الكاميرا، وبعدين السقف اللي بنصب عليه بقى البيتومين والزلط علشان يحميهم من المطر والتكاثف وطبعا هناك برد، فبالتالي البيتومين ما فيش فيه مشكله ان هو هيحيازل المطر او يعني هيحيازل الرطوبه، وفي نفس الوقت هيعمل اكتساب شمسي، لان كنت بعتمد على ان مثلا يسخنوا الميه بالطاقه الشمسيه بقدر المستطاع، ويدخلوها في المطبخ يستخدموها كمية سخنة يعني، وبرضو التسخين الشمسي السالب للفراغات بحيث ان الحوائط ممكن فيها في المعيشة بالتحديد الحوائط تبقى زجاجية فينفذ الإشعاع ولا يعد يعني خروجه. الو، شيء من التسخين السلبي الى ان اعتمد بقى على الطاقه الشمسيه اذا كان هناك، يعني طبعا في غزه الحمد لله في طاقه شمسيه وفيره يعني، بس هناك مكان كان التفكير كله باسيف اركتكتشر الحقيقه يعني. وكان برضو في الفراغات التفاعليه دي موجوده، لان هو اهم يعني اهم حاجه ان انا اقوي وبعد كده اعالج نفسيا بقى الاثار المترتبه على اللي حصل ده.
طبعا السقف كان مايل عشان يصرف المطر، او المطر دي بتتاخد تتحوش ويعاد استخدامها تاني، كان في ريسايكلينج وكان في يعني استخدام لمواد المعونه نفسها. وطبعا رحت السفاره واخدت بيانات مناخيه والتوجيه كان مهم، ويعني كانت المعلومات لحد ما متاحه يعني. فغزة طبعا مع احنا يعني انا كاني ببني في العريش مثلا، لكن المعلومة ان نحر البحر الابيض في المنطقة دي خلاص بقى من باب اجدى ان انا اجيب الركام واردم بقى بيه البحر، لان القروش اللي هيحصل في الساحل هيبقى عايز معالجة يعني، مع حاجات تانية طبعا كتير اكيد ليها متخصصيها وهيقدروا يتعاملوا معها يعني. وبالتالي عملية إخلاء الأرض من الركام دي مرحلة مهمة. أنا الحقيقة ما كنتش مقتنع بيها في البداية على أساس أن احنا نستغل الركام، لكن لو الركام فيه ليه مشكلة وليه استعمال تاني مهم في الساحل خلاص انقله، وابتدي بقى الوحدات بتاعتي سواء المرحلية أو المستقرة أو المؤقتة وهكذا يعني. وربنا يا رب يزيح الغمة فعلا، كلنا في اكتئاب وفي عناء للي بيحصل ده. آمين. وربنا قادر يفك الكرب ان شاء الله. جزاكم الله كل خير. في سؤال بيسأل آلية الانضمام لجنة الإعمار، وهل هناك فرع لها في مصر؟ احنا حاليا بنحاول نسجلها في مصر، هي مسجلة في بريطانيا وفي 20 فرع حوالين العالم، لكن في مصر شغالين فيها ان شاء الله. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. خلي بالك ان الرسول صلى الله عليه وسلم دقيق جدا في الألفاظ، يعني في بلاغة في الكلام. فاللي احنا فاهمينه من الحديث من لم يهتم، يعني اللي هو ما يفرحش الفرح المسلمين ويحزن لحزنهم، لا ده اللي يهتم يعني نفسه يغير ويحاول ان هو يغير ويعمل ابسط حاجة. يعني هو ممكن يكون راجل متخصص في طب النفس ملوش دعوة بالقصة دي كلها اللي انا بتكلم فيها، هو ممكن يهتم ان هو يعمل جروب ويبدا ان هو يعالج الناس نفسيا من الاصابات اللي موجوده، او يكون دكتور، او كل واحد حسب التخصص بتاعه يساعد باللي يقدر عليه. بالمناسبه ليا واحد صاحبي كنت بكلمه من اسبوع يعني ناوي يتجوز يعني، فبقول له ايه المواصفات للزوجه اللي انت بتحلم بيها او بتدور عليها؟ قال لي يكون عندها مشروع طلق بها الله، يعني انا عندي مشروع ان انا هعمل كذا. مش لازم اللي احنا بنتكلم فيه، ممكن يكون انت عندك لان ابواب الجنه كتير 8 ابواب، فانت ممكن تاخد باب تاني، بس المهم يكون عندك مشروع. ما تقولش انا هقابل ربنا بالحاجات، لا لازم حاجه سبيشال او حاجه خاصه بيك انت. افتكرت كلمه الدكتور اسامه محمود قال لك انا هقابل ربنا بايه؟ بالكام درس اللي انا هعملهم دول، انا هحاول ان انا ابني مستشفى تعالج الناس مجانا عشان يبقى ده مشروع بتاعي. فكل واحد فينا يفكر في مشروع خاص بيه يعمله لخدمة الإسلام، لخدمة الإنسانية، لخدمة أهلنا في غزة، لخدمة أي حاجة. المهم يبقى عندك مشروع خاص بيك أنت حسب العلم اللي ربنا ادهولك اللي هيحاسبنا عليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشمهندس عمر، اخبارك يا رب؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. دكتور مختار استاذ، انا يعني انت اخ وصديق مع اني ما شفتكش وجه لوجه قبل كده، بس يعني انا بعتز دايما بصداقتك يا استاذنا. الله يكرمك. صداقتك الحميمه يعني. بس ليا سؤال بخصوص الوحدات اللي تمت، سواء خيم او كرفانات او اي حتى مبادرات من اللي تمت، يعني هل في اسلوب للتخطيط او تجميع الوحدات ديت؟ بمعنى معلش السؤال، يعني دلوقتي الخيامات دي لما بتتحط في المواقع نفسها هل بيتم تخطيطها بشكل ما هندسي او مبني على اسس تخطيطيه، ولا بيتم وضعها بحيث ان هي بس في اماكن فاضيه او بتتحط جنب بعضها وخلاص؟ لان برضو في مشكله الواحد اخد باله منها، ان اغلب المخيمات يمكن دي ممكن في الحاجات الخاصه بالنازحين اكتر بتقلب بعد كده المدن، يعني في الاخر المخيمات دي بتقلب بعد كده مناطق سكنيه وسكنيه بتبقى مدن، فبالتالي المشاكل التخطيطيه اللي اتبنت عليها هي ما كانتش مبنيه ان هي تكون مدينه اصلا، فبالتالي بتطلع في الاخر بمنظر عشوائي. مظبوط. انا في الكتاب هنا اتكلمت عن كذا تجربه منهم، يعني مش عايز اذكر اسامي، لكن في بعض المخيمات حصل فيها نفس اللي حضرتك بتقوله دوت. فهم بيحاولوا حاليا ان هم يبقى في تخطيط لقدام، يعني احنا مثلا المدن او احنا مسمينها المدن النموذجيه او القرى النموذجيه بتخدم 18000 واحد،
دي المفروض انها معمول لها دراسه بشكل قوي جدا، فين الاماكن بتاع كل واحده فيهم، فين المكان اللي هيتخزن فيه المخلفات، وأني واحده فيهم اللي هتتحول لحاجه صالحه، وأني واحده فيهم اللي هنستخدمها في انها مثلا سماد للنباتات اللي فوق المباني، زارعين نباتات فوق المباني بحيث ان يبقى فيه اعتماد ذاتي على الاكل الموجود، في زي قصريات زرع كده فوق المباني، في حاجات هتستخدم كغاز، بنستفاد من التجارب يعني، كل مره بنلاقي في اخطاء بنحاول ان احنا نستفاد منها عشان ما تتكررش. لكن زي ما حضرتك قلت في مخيمات كتيره قعدت سنين كتيره جدا وما كانش مخطط ليها، او كان مخطط ليها ولكن للاسف لما طولت كل واحد بدا يعمل بيته بالشكل اللي يناسبه هو، وده عمل مشاكل كتيره جدا. تمام، انا ذاكر بعض التجارب في قلب الكتاب اللي انا مشاره مع حضرتكم لان البرزنتيشن كان صغير. فالمخيم حل مؤقت مفروض ان هو نمط عسكري، لكن للاسف كل واحد بيحاول ان هو يشوف الانسب ليه لعيلته، وده طبعا حقه. فمفروض ان التصميمات الموجوده اللي هتعمل بعد كده ان شاء الله لما الموضوع يقف هكون منظمه بشكل افضل يعني، وان شاء الله يعني نشارك معاك ومع الناس كلها في ان احنا نعمل حاجه افضل باذن الله، نتجنب المشاكل اللي فاتت. هو الحقيقه باشمهندس عمر كان ليا مداخله بس. طبعا تفضل. هي غزه طبعا حر رطب، وبالتالي كانوا بيشتكوا اول ما الحر دخل، كانوا بيشتكوا ان مفيش تهويه وهكذا يعني. ومن المعايشه بقى في مشاكل عدم التهويه دي، والعلم ربنا سبحانه وتعالى يعني افاد علينا بيه، مهم قوي قوي في غزه ان انا اعمل الشوارع موازيه لاتجاه حركه الهواء يعني. تمام، ده هيحقق تهويه لكل الوحدات سواء بقى مؤقته او مستقره او يعني لفتره محدوده. فهو التخطيط العمراني مهم، وبعدين الساحه المركزيه مهمه برضو قوي اللي هي هتبقى تفاعليه، وبرضو الساحه السكنيه اللي ما بين كل مجموعه خيام، لان تقريبا يعني اللي انا لاحظته ان اسكان غزه كله اسكان قبلي، بتبقى ولاد عموم او كده قرايب في بيت واحد وهكذا يعني. فالساحه السكنيه القبليه دي مهمه اعتقد بالنسبه لهم، او يعني هتساهم في رفع المعاناه النفسيه في الفتره بتاعه الايواء اللي هو الفتره محدوده يعني. فالاربن ديزاين مهم قوي الحقيقه، مهم قوي ان احنا نحط اعتبارات الشمس والهواء والاستخدامات الاجتماعيه وهكذا يعني. تمام يا دكتور. اذا سمحت، اذا عملنا منك على المتطلبات اللي راح نراعيها في التصميم بالايربان للمخيمات، برضه شغله لازم ناخذها بالاعتبار، الوضع اللي في غزه اللي عماله بيصير وما حد بيعرف ايش ممكن يصير في المستقبل، نوفر لهم محلات يكون في عندهم اكتفاء ذاتي. يعني كتير بيكون اشي محلات يعملوا فيها اللي هو بنسميه الكيتشن جاردن تبعهم، يطلعوا الانتاج تبعهم اتليست علشان يقدروا اذا بصير اي اشي هالمخيمات يقدروا يستعملوا، يقدروا يوفروا لحالهم الاكل. فهو بهاي الطريقه انا بوفر لهم، اذا بتعطيهم طاقه شمسيه وبدي اوفر لهم ساحات داخليه، الاولى كمان اني انا اوفر لهم محل يكونوا عمالهم بينتجوا ما يحتاجونه من متطلبات يوميه، على الاقل الاشياء الاساسيه اللي هي الخضره. المناخ في غزه بيساعد على الزراعه، ينعل على الزراعه، فهي ممكن تكون يعني عمالنا بنقول ان اديشن، بس عمالها بتساعد السكان بطريقه كتير مفيده لهم. شكرا. شكرا دكتور. لو سمحت باشمهندس اكرم او دكتور اكرم، بس قبل ما دكتور اكرم يتكلم في تصحيح للحديث، ان الحديث ضعيف اللي هو من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. دكتور مختار قال لي ان هو حديث ضعيف. اتفضل دكتور اكرم. هو حديث ضعف وعلماء الحديث، بس هو معناه صحيح. تمام يعني في احاديث اخرى اصلا بتاكد المعنى، ويعني بالعكس اقوى من الحديث ده يعني، بلفظا هو حديث ضعيف يعني. جزاكم الله كل خير.
شكرا للبشمهندس عمر والإخوة على هذا العرض الجميل وهذا الاهتمام والعمل الرائع. أنا اسمي الدكتور أكرم العجلة، من الشهر الأول من الحرب بدأت مع زملاء لي بتشكيل الفريق الوطني لحماية التراث الثقافي في قطاع غزة. احنا بنعرف انه في عمليات ما بعد الحروب يبدأ الاهتمام عادة بالأولويات، وهي الإيواء وتوفير الماء والطعام والغذاء، ولكن في حالة غزة، غزة لها خصوصية أن إسرائيل في قصفها الأول، ما بدأت القصف على قطاع غزة، قامت بتدمير كافة الشواهد الأثرية والمباني التاريخية والتراث الثقافي اللي مرتبط بالناس، من مساجد مملوكية، من مباني عثمانية، من مواقع أثرية تعود للعصر البرونز الوسيط. كان منهجية منظمة بشكل يعني قصدي تدمير كل ما هو تراث ثقافي. حتى عندما قبل أسبوعين فريق المسح، احنا فريق المسح يعمل ميدانيا، يتكون من وزارة السياحة والآثار في غزة ومن كل الخبراء او اللي بيعرفوا في هذا الشيء، بيشتغلوا مساء. عندما رأوهم في منطقة القيصرية والمسجد العمري يقومون بتقييم الضرر الإنشائي، في اليوم الثاني قصف المكان. ولذلك أنا حابب أني أعمل توصية أنه في أي عملية إعمار في قطاع غزة يجب الأخذ بعين الاعتبار التراث الثقافي الذي لم يتبقى منه شيء في قطاع غزة. نحن الآن نتواصل مع أكثر من جهة دولية في عملية التدخل في اليوم الأول في مجال التراث الثقافي، حماية التراث الثقافي. زي ما حكيت بدأنا على الأرض بالعمل، لدينا شراكة مع المؤسسة المصرية لإنقاذ التراث في القاهرة، قاموا بعمل يوم تدريبي بخمس أيام تدريبية، سوف يتبعها كمان خمس أيام تدريبية في القاهرة. والشيء اللي أنا بدي آخر نقطة حابب أشير لإلها، موضوع الردم في البحر. كان هناك دورة تدريبية في الغردقة قامت بها جامعة أكسفورد، ودعت المتواجدين من أبناء غزة في القاهرة واللي مهتمين بالتراث الثقافي أنه يأتوا لهي الدورة، ولديهم خرائط جوية لا يمكن تعميمها لأنها دقيقة جدا. اللي الجهة اللي أعطت الخرائط أو اللي اشتروا منها الخرائط طلبوا أنه ممنوع تصل لأي حدا في غزة، وكان المسح على منطقة اللي بيحكوا عنها الشباب اللي فيها، منطقة النحر مخيم الشاطئ. هناك الميناء اليوناني القديم الأنثيدون، ميناء كامل متكامل في البحر، وبالتالي في حالة دفن الواجهة مخيم الشاطئ سنخسر الميناء الأهم بالنسبة لنا كفلسطينيين في قطاع غزة، وهو الميناء اليوناني اللي كان يربط، كان يعتبر شريان الحياة لأوروبا في الفترات الهيلينستية وما بعد الهيلينستية. يعني كانت أيام مجال التصدير لأوروبا من خلال ميناء الأنثيدون. لذلك أي عملية ردم نرجو أن يأخذ بعين يتم الأخذ بعين الاعتبار عملية المسح الدقيق للمناطق اللي بده يتم فيها الردم، حتى لا نشارك أو نساهم في ردم تاريخنا وهويتنا الثقافية الإنسانية الحضارية إلى غير رجعة. أرجو أنه
في الفرق الخاصة بلجنة الإعمار وفريق الإعمار أنه يأخذ بعين الاعتبار موضوع التراث الثقافي في قطاع غزة، وأي شيء أنتم حابين في هذا المجال أنه تتواصلوا، نحن جاهزين لتزويد بكافة المعلومات. قطعنا شوط كبير بالتعاون مع اليونسكو، بالتعاون مع مؤسسات دولية، مع مؤسسات مصرية، مع فريق مصري غير فريق الدكتور عبد الحميد صلاح الشريف، فريق الدكتور محمد الأستاذ الدكتور محمد العيساوي، وفريق من أخوات دكتورات في الأركيتكتشر في من جامعة الزقازيق. فشكرا لكم، جزاكم الله كل خير دكتور. الكتاب دوت يعني أول صفحة اتكلمنا فيها عن أهمية التراث، يعني التراث مذكور هنا من المقدمة، أول صفحة بدأنا فيها ترميم المعالم التاريخية لتحافظ على التراث الوطني، لأن احنا مدركين لأهمية الموضوع دوت وأهميته وإن احنا لازم نحافظ عليه. حتى في تجربة ورسو أثناء الحرب كانوا مهتمين جدا بأنهم يحافظوا على التراث ويسجلوا وحاولوا يعني يخفوا الحاجات دي، بحيث أنهم أول ما المدينة يعني تنتهي الحرب يبدأوا أنهم يبنوها بنفس التراث وبنفس كل حاجة. وفي فيلم وثائقي كان بيتكلم عن أثناء الحرب العالمية الثانية، رغم كل المشاكل الموجودة كان في فرقة متخصصة انها تحاول تحافظ على التحف والآثار، كان اسمه رجال الآثار، فيلم اسمه رجال الآثار. فكرة التراث دي حاجة قوية جدا، ليها أبعاد كتيرة جدا، نفسية وسياسية وجغرافية، وده حق الأجيال القادمة ان احنا نحافظ على التراث ونحافظ على الآثار دي ونوصلها لهم سليمة. كان دكتور مختار برضو بيتكلم عن نقطة المخيمات، هي فعلا مخيم الزعتري ده أكتر مثال هو بيتكلم عليه، ده اتبنى من الأمم المتحدة، لكن نتيجة طول الفترة فبدأ يحصل فيه تعديلات، فده يعني ما نقدرش نلوم حد، دي حاجة طبيعية يعني أي حد في الظروف هيعمل كده، لكن نحاول إن شاء الله إن احنا نحسن حاجة. في كلام جميل جدا احسن بكتير يعني من اللي انا قلته، فياريت حتى السوشيال ميديا نبدا ان احنا نتحرك فيها، بدل ما اكتب حاجه معينه لا اقول لهم والله انا مفكر في كذا، فنبدا ان احنا نطور مع بعض، نبدا كلنا نفكر مع بعض ونعمل عصف ذهني على السوشيال ميديا، بحيث ان احنا نوصل لافضل الافكار. في سؤال، هل يمكن حمايه المباني من القصف؟ للاسف الاسلحه اللي استخدمت اخيرا صعبه جدا، في اسلحه وصلت انها تخترق مبنى يعني 30 متر، فبينزل من اول من فوق خالص لتحت، فحاجة صعبة جدا، بس بنحاول لو حصل ضرر نخفف الاضرار او يعني نقلل الاضرار، او يبقى في ملاجئ تحت الارض. الكود الاسرائيلي فيه 3 انواع من الملاجئ، في ملجأ تحت كل مبنى، وفي ملجأ في الدور، وفي ملجأ في الشوارع. ده كود موجود من سنة تقريبا 1950، فلازم يكون عندنا أهمية الموضوع دوت. تمام، أتمنى دكتور، أنا هحاول أتواصل مع الدكتور أكرم إن شاء الله. هو برضه كنت عايز أوضح نقطة، إنه في أعتقد فرق ما بين مخيمات اللاجئين ومخيمات النازحين. تمام، أعتقد اللاجئين هم بيحتاجوا لحد ما إقامة شبه دايمة شوية أو على فترات طويلة، لان مبقاش معروف هما ممكن يرجعوا امتى. انما النزوح اعتقد هما عشان كده بيعتمدوا على موضوع الخيم وممكن الكرفانات، اعتقد في غزه اصلا هما ممكن بعد انتهاء الحرب بيرجعوا تاني لبيوتهم او بيعيدوا تعميرها يعني مره اخرى يعني. فبرضه هل ده ممكن يفرق؟ اعتقد معانا في نوعيه السكن اللي ممكن يتوفر للناس، ده رقم واحد. رقم اثنين برضه اسلوب التخطيط اللي هيتم تجميع بيه الوحدات دي، فدي برضو كنت معلومة عرفتها من أحد الناس اللي شغالة في الملف بتاع عدل العماري. جزاكم الله كل خير دكتور. لو حد لما في حد رفع إيده ممكن يسأل على طول. وانا كنت بس عايزه اطرح انه زي ما كان باشمهندس عمر بيتكلم على بالحلول للاعمار السريع لغزه،
أو حتى الإيواء العاجل. فكان بمجرد براءة اختراع ليا أنا وأختي كنا بنتكلم على منازل من مخلفات البلاستيك، عبارة هي عن قوالب من مخلفات البلاستيك، بنبدأ إحنا نجمعها بحيث ان احنا نكون المنزل ده، وهو قابل للفك والتركيب. حتى احنا لو احنا اصلا هنستخدم المبنى ده كان هو يكون خيم في البداية، عبال لحد مثلا ما نوصل ان احنا هنبني للشخص ده بيته في المكان ده، فممكن نستخدم القوالب دي ان هو نبني له الخيمة، بعد كده نرجع نستخدمها في بيته تاني. مجرد انها حتى ما فيهاش حديد او مواد خرسانية، هي من مخلفات البلاستيك اللي احنا في الاغلب بنحاول ان احنا نتخلص منها، فهي مش مكلفة خالص. ممكن تتصنع في مصر مثلا او في اي مكان، وتبدأ انها تروح غزة في اسرع وقت. فكنت حاسة ان هو ده مثلا من ضمن الحاجات اللي ممكن ناخدها في الاعتبار، انها تبقى بناء سريع لغزة. تمام تمام يا باشمهندس. هي احنا بنحاول نجمع دلوقتي الطرق، وعاملين زي كتالوج بحيث نبقى عارفين كل طريقة ايه المميزات اللي فيها والتكلفة بتاعتها، وهل يمكن دخولها ولا لا. فبرضه ممكن ابعت لحضرتك الورقة ديت وتملي البيانات وباسم حضرتك، بحيث تبقى من ضمن الملفات اللي ان شاء الله هنقدمها لإعادة الاعمار بإذن الله. تمام. بس هو باشمهندس برضو احنا محتاجين فيزيائي يقول لنا البلاستيك، لان بتعرضه للاشعاع الشمسي بيبعث غاز الرادون، ولان هو طبعا بتروكيماويات ومتعرضة للحرارة عالية يعني. فبرضو عايزين نعرف اذا كان دي هتبقى مادة صحية للبناء ولا غير صحية، لان هي اولا لا تتنفس، وبالتالي يعني فاحتمال تكون حاجة مؤقتة ممكن، لكن حاجة مستقرة هتبقى صعبة شوية. مهندس سارة هتوصل معاك بحيث تقول لك بقى ايه الموضوع ازاي، وحضرتك تقول لنا اذا كان هينفع ولا لا. احنا عايزين فيزيائي، عايزين فيزيائي. هي ممكن يتم معالجتها يعني، ممكن نحط عليها مواد بحيث انها تعالج مثلا انها تكون صديقه للبيئه، او يكون فيها مثلا تعالج الاشعاع الشمسي. ما هو تجريب، ما هو هتبقى عمليه تجريب، ولازم يبقى فيه فيزيائي موجود يحلل طبعا ويقول لنا النتيجه. ونعمل التجارب دي في مصر او في اي بلد تانية، عايزين نجربها قبل ما نبعت لهم الطريقه يعني. ما هو حضرتك لو تستقطب حد في مركز ابحاث البناء ممكن فعلا يساعدونا، لانهم عندهم معامل كبيره. مظبوط، عشان كده احنا بنسجل الهيئه العربيه لاعاده الاعمار بنسجلها حاليا في مصر، شغالين في الاجراءات عشان يبقى الموضوع سهل، يبقى هيئه رسميه مسجله في مصر بتخاطب هيئه رسميه مسجله في مصر، هيبقى الموضوع اسهل يعني. ان شاء الله. بارك الله فيك والله في مجهوداتك. شكرا لحضرتك مهندس عمر على اللقاء ده. في نهاية لقاء اليوم نشكر ضيفنا لليوم مهندس عمر سليم على المحاضرة الثرية والمميزة، ضافت لنا معلومات قيمة، ونشكر جميع الحضور على مشاركتهم، ونأمل لقائكم بإذن الله في محاضرات أخرى، ونشكركم على حسن الاستماع والنقاش. نلقاكم بإذن الله في محاضرة أخرى في سلسلة Architecture Bits. Recording stopped.